نمشيو الى النجمه اف ام قبل ما نجيك زياد. سؤال زميلتنا سناء مرجان. سناء مساء الخير. مساء الخير حسين، مرحبا بضيوفك وبالسيده روضه القرافي رئيسه جمعيه القضاة. وضعيه المحاكم في الساحل الكبير ما تختلفش على وضعيه المحاكم في تونس ككل، نقص مادي ولوجستي مع ارتفاع عدد القضايا والملفات الموجوده، الشيء اللي ادى الى سوء تنظيم والتنسيق بين القضاة والمحامين وعدول التنفيذ. هل يمكن لوزاره العدل ان تدرك المشكل وترفع من عدد الانتدابات في سلك المحاكم القضائيين؟ شو هو موقف جمعيه القضاة من الحل هذا، خاصه مع تصريح الجمعيه بضروره انتداب 60 قاضي للاشراف على الانتخابات البلدية القادمة؟ مع الشكر. تيك صح سناء، إذا خطحت على وضعية واللي هي يعني من النقاط اللي جات في البيان بتاعكم سيدة. هو الإضراب، نحب نوضح الإضراب راهو يتعلق بمسحلة فتح باب التفاوض مع القضاة، فهمتي، فيما يتعلق بالأوضاع ظروف العمل المادية في المحاكم والأوضاع المادية للقضاة. مسألة المبادرة التشريعية هذيك احنا قلنا باش نحضروا التحركات الاحتجاجية، خاطر احنا قاعدين نتبعوا فيها. ومشكورين السادة الإعلاميين، والله العظيم أنا اليوم حسيت هكا نوع من الحمل خف عليا شوية. تبعين وضعية المحاكم يعني داخل الجمهورية حقيقة يعطيهم الصح. راهي اليوم زيادة على مشكلة مسألة القضاء، تعرف اليوم وين وصلنا؟ أنه اليوم معناتها لا رئاسة الحكومة ولا وزارة العدل تجلس وتتحاور مع القضاة، مع جمعية القضاة التونسيين. ما ثم اليوم الحكومة عندها ستة أشهر مدة تخدم، ما حدث مع حتى حكومة من بعد الثورة. رؤساء الحكومة الكل رغم شدة الظروف، مرة تصعب مرة تكون أقل صعوبة شوية، يعني سي حمادي جبالي، سي العريف، سي المهدي جمعة، سي الحبيب الصيد، الكل قابلناه فهمتني في الظروف الصعيبة في الظروف اللي أقل صعوبة. اليوم 6 أشهر، وهذه مسألة تري سينيفيكاتيف. الحكومة ما تقبلش هيك القضاة، وأنا أتحدث على جمعية القضاة على خاطر احنا نتكلم على هذا دفاعا على موقع القضاء وعلى معناتها هيبة القضاء. ما يزيش الظروف اللي نعانيو فيها في المحاكم ويعانيو فيها المواطنين معانا والمحامين وعدول، معناتها ظروف بدائية، ظروف مزرية. القاضي تلقاه يجري على رامة متاع البابيي باش يطبع أحكامه، الرقد متأخر، القضايا تغطي القاضي وهو قاعد على المنصة، الظروف متاع تخزين الملفات ملوحة، ملفات ملوحة، لي جيول الغرف نتاع الايقاف معناتها القفصات تاع الحيوانات خير منها. يلزم نهار يوقع الاطلاع على الاوضاع هذه، معناتها اوضاع بشريه باللي نوصفها لك ما تنجمش تتخيلها شنو هي هذه. فهمت هذه معناتها هي وين المحاكمه العادله في هذه؟ وين المحاكمه العادله وقت اللي الحكم كي يتلخص يقعد 6 أشهر باش يتلقد على خاطر ما عندناش بابيي وما عندناش فهمتني كيفاش لي زورديناتور الكافيين وقت اللي وغير هذايا، معناتها وين المحاكمه العادله في هذا وقت اللي معناتها كل موقفين كي يجيو يتصبوا على بعضهم كما قلنا في ظروف مش لا انسانيه اكثر من لا انسانيه، فهمتني؟ وين جوده العداله؟ لما الاكثر من هذايا الكل القضاء باش ترفع له معنوياته. كي نقولوا احنا نتعداو بظرف صعيب وما نجموش نحسنوا في الظرف المادي للقضاة وفي ظروف العمل المحاكم لفايت المواطنين، العداله في النظام الديمقراطي او سيرفيس دو لا سوسيتي، فهمتني؟ القاضي معناتها جزء من واضح. اليوم ما نخفوش باش نخفوا العبء المعنوي للقضاة، نجيو نهمشوا القضاة، ما نقبلوش هياكلهم. على الاقل القضاة كي يشوفوا المسؤولين القضائيين يتقبلوا ويبلغوا المشاغل ويشوفوا الهياكل يشعروا اللي ثم السلطة، فهمتني، تتبع.